السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد في دبارة جديدة. اول حاجة نختيني من وقت لوقت نصلي فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم جيتكم بالفطاير البالون هذية التركية، هذية مشهورة برشا في تركيا الفطائر البالون. باش نوريكم الطريقة متاعها سهلة وبسيطة وفي ساعة تحضر. بالنسبة للفطاير هذية فيها ثلاثة مكونات بركة. اول حاجه باش نبدا بها، عندي الكاس هذا بسعه 250 مللتر، باش نعبيه بالماء المغلي كيف ما شفتوا ماء درجه الغليان. باش نصب كاس هكا، هذا كيل كاس الماء. باش نحط عليه مغرفه صغيره سكر ونص مغرفه صغيره ملح، هذوما المكونات. وبعد باش نصبوا الفرينه من غير لا خميره لا حتى شيء. وهذه مغرفه صغيره سكر كما شفتوا، رشيت رشه ملح. وتو باش نبدا نزيد الفرينه وباش نخلط بالمغرفه، بما انه الماء سخون باش نخلط المره الاولى باش نعجن بالمغرفه، ومن بعد بالطبيعه باش نكمل نعجن بداية. بالنسبه للفرينه ما ياخذناش اكثر من كاسين ونص، ثلاثة كيسان. هذه الفرينه بعد ما غربلتها بالطبيعه، نزيدوا الفرينه بشوي بشوي ونخلطوا، خاطر الماء سخون باش نخلط بالمغرفه. كيف شفتوا لما العجينه نتاعي بالمغرفه، ومن بعد بالطبيعه يبرد الماء شوي باش نعجنها بداية. هنا نحاولوا نخلطوا بالمغرفه كيف ما شفتوا بالطريقه هذيه، عباره نرسو فيها العجينه هذيك، نخلطوها بالباهي. هاي كيف ساعه خلطت الفرينه نتاعي، ومن بعد بالطبيعه باش نزيد شويه فرينه، نحي المغرفه هذيك، ننظف المغرفه وباش نعجن بداية. نلم العجينة بداية، العجينة متاعنا ماهيش باش تكون يابسة برشا وماهيش باش تكون طرية بالطبيعة. هذه القوام متاع العجينة كيف ما شفتوا، خلطوا بالمغرفة. باش نزيدوا توا شوية فرينة وباش نعجنها بداية. نحي توا المغرفة، توا باش نستعمل يدي بالطريقة هذه، نلم من الجناب كيف ما شفتوا، وفي نفس الوقت ننظف الريسبيون، نحي منه اكل الفرينه الزايده. العجينه نتاعنا باش تكون اكل العجينه شاده روحها شويه، وفي نفس الوقت تكون لينه، يعني تكون طريه. طوعنا من بعد في الخدمان لينا باش نرتحوها لحتى شيء، يعني ديريكت دوب ما نعجنها نقسمها في شكل كويرات صغيرين. وباش نحل العجينه نتاعي هذيك نحضرها وديريكت نتعدى باش نقلاها. يعني العجين الفطاير هذيا الحكايه الكل ما تاخذناش 20 دقيقه. بعد ما كملت عجنتها لهنا باش نفرش السيليكون هذيا، هذه علاش خذيتها على الحقيقه، خاطر تعرفوا الرخامه كحله. نفرش هذيا، وفي نفس الوقت العجينه كيما نحب نحلها بالقطر اللي نحب عليه، ديجا فيها القياسات. يعني هذه العجينه نتاعي نحيتها من الريسيبيون، وتو باش نقسمها في شكل كويرات صغيرين. باش نقسمها على 9 ولا 10 كويرات صغيرين، يعني الحجم اللي نحبوا عليه. وبالطبيعه الفرينه هذيك سامحوني العجينه، باش نرش شويه فرينه ونحلها بالقلقال. القطر نتاعها لازم يكون 15 سنتيمتر، يعني ماهيش باش تكون كبيره برشا وماهيش باش تكون صغيره برشا، يعني عباره كعبه فطاير عاديه. لهنا نقسم في الكعابر هذوك نتاع العجينه، ماذا بينا يكونوا بنفس الحجم. ديجا تشوفوا قاعده ننقص منهم، يلزمهم يكونوا بنفس الحجم. وتو باش نكعبرهم هذوما باش نحطهم على جنب. يعني راهي سهله الطريقه هذيه نتاع الفطاير، ملاحظه بربي، فما شكون قاعد يهبط فيها راهي الطريقه هذه على اليوتيوب ويقول اللي هي خبز تركي. هي راه ماهيش خبز، راهي فطاير. عمره ما كان الخبز هكا اول حاجه. وثاني حاجه اسمها بيشي، بيشي اللي هي الفطاير، راهي ماهيش خبز، راهي هذيه الطريقه هذيه او الوصفه هذيه راهي فطاير ماهيش خبز.
تو باش نرشوا الفرينه ونبدا نحلوا الكعابر هذوكم كيف ما شفتوا. باش نحلوهم كيف ما قلت لكم القطر نتاعهم لازم يكون 15 سنتيمتر، يعني حجم باهي نتاع كعبه فطاير بالطريقه هذه، ما تكونش خشينه برشا. نحلوهم الكل بنفس الحجم، نحلو ونحط على جنب ديجا خاطر رشينا الفرينه ماهيش باش تلصق. نحلهم ونحطهم على جنب، نحطهم في طبق ولا حاجه، نكمل نحلهم الكل وبعد نهزهم ديريكت باش نحط الزيت يسخن بالطبيعه ونحل فيهم. نحط الزيت يسخن نحطهم في طبق وبعد باش نتعدى ديريكت نقليهم، يعني ما همش اللي باش يرتاحوا ولا يبقوا يستنوا ولا يتخمروا، ديريكت هذوما ديجا شفتوا عجنتهم قسمتهم كعابر ونحل فيهم وديريكت باش نتعدى نقليهم. هذوما بعد ما حليتهم الكعابر هذوكم حليتهم تاع الفطاير باش نتعدوا توا ديريكت للقليان، يعني مرحله القليان ما تاخذلكش برشا وقت، انا صدقوني حتى بالتصوير بريسك نص ساعه بالتصوير، تعرفوا ديجا واحد كاميرا حل سكر حل سكر. هذايا الزيت حطيته يسخن، لهنا تاخذوا مغرفه لوح وتجربوا الزيت نتاعكم سخن ولا. شفتوني كيفاش دورت المغرفه وحطيتها في الوسط، كي تبدا تخرج لك شاكش معناها راهو الزيت نتاعكم سخون، نجموا تحطوا فيه الفطاير نتاعكم الطيب. لهنا شفتوه حطيت كعبه الفطاير ديريكت نبدا نحط في المغرفه هكاكا، نبدا نسفها بالمغرفه ندور في المغرفه باش الفطاير نتاعنا تتنفخ، وفي نفس الوقت خاطر كي ندور عليها المغرفه هكاكا نحركوها بالمغرفه الزيت الكل يوصلها، يعني يمسها الزيت وفي نفس الوقت تتنفخ. ديجا تشوفوا ما سيبتهاش لين تنفخت الكلها ولت في شكل بالون كيف ما شفتوا بالطريقه هذه. بعد ما تنفخت نولوا نهزوا الزيت ونرموا عليها من فوق باش تتحمر. ديجا هي مش باش تتحمر، يعني باش تكمل تتنفخ يعني في عقلها كيف ما شفتوا بالطريقه هذه. طريقه سهله ما فيها حتى شيء، صدقوني فيسع تحضر. في نفس الوقت تبدا تتقرمش وحتى كي تبرد تبدا كطريه الطريه تراوت الفطاير التونسيه. صدقوني طريقه سهله والفطاير نتاعها بنينه على الاخر كيف ما شفتوا بالطريقه هذه. وبالطبيعه باش نقلبها خاطر تحمرت من الشيره الاخرى، باش نقلبها فارغه راهي من داخل، فارغه على الاخر ما فيها شيء من داخل كيف ما شفتوا. حليتها جويده على الاخر وديجا حطيتها في الزيت نفخت في وسط الزيت هذاك ولت في شكل بالون، بالطبيعه باش تفرغ من داخل الكل هواية من داخل، يعني كيف ما شفتوا نكمل بالطريقه هذه لين تتحمر من جنب لاخر وباش نحاها، يعني مش بالضروره باش نخلوها لين تحمر. هاني خذيت اللون نتاعها ماهيش نيه، تو باش نخرجها من الزيت كيف ما شفتوا. هذا الشكل نتاعها النهائي اتحمرت، وتو بالطبيعه باش نحطوا كعبه اخرى ونعاودوا نفس الحكايه، ديريكت نحطوها في الزيت وندوروا المغرفه فوق منها بالطريقه هذه باش في ساعة الزيت هذاك يوصل وتنفخ. شفتوها كيفاش ما خذتش برشا وقت، وبالطبيعه نرموا الزيت فوق منها لين يتحمر الطرف اللوطاني وبعد ندوروها يعني نقلبوها بالطريقه هذه لين نكملوا الكعبات الكل. ما تاخذ لكمش برشا وقت، ديجا هاك تشوفوا فيها قدامكم لا خميره لا حتى شيء. كيف العاده نحط كعبه ونبدا ندور في المغرفه فوق منها باش الزيت يوصل للاطراف الكل والكعبه هذه كتنفخ وتطلع كيف البالون. كيف ما شفتوا نفس الطريقة وبعد نخرجها ونحط الأخرى بنفس الطريقة زادة كيف بالمغرفة، ندور فوق منها المغرفة لين تتنفخ كلها ويدخل في وسطها الهواء. اوكي نكملهم بالطريقة هذه الكعبات الكل. ديجا تشوف فيها كيفاش تبدا تنفخ من شيرة لشيرة، وتو باش نبدو نرمو عليها الزيت من فوق بالطريقه هذه لين تتحمر من اللوطه، وبعد باش نقلبها تتحمر من الشيره هذيا ونحاها.
كيف ما شفتوا قلبتها، يعني تاخذ اللون اللي حاجتنا به من اللوطه وبعد نقلبوها. وهذا الفطاير بالون كيف ما شفتوا هذا توا، هذا الشكل النهائي نتاعو. ديجا تشوفوا فيه حتى بعد ما كملت قاعد بنفس الشكل نتاعو، ما هبطش من داخل، راهو فارغ ما فيه شيء، صدقوني فارغ يطبطب، يقعد هكاك منفوخ لين اللي يتحل ويدخل في وسط الهواء باش يهبط. كيف ما شفتوا هذه الوصفه نتاع اليوم، هذه الدباره نتاع اليوم اللي هي فطاير البالون التركيه بطريقه سهله ومبسطه وما فيهاش برشا مكونات، ومن غير خميره ومن غير ما خلوها تتخمر. هذا كان فيديونا اليوم، هذه كانت دباره اليوم. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه. نتقابلوا في فيديو جديد وفي دباره جديده، وفي امان الله.